بن محمد بن عبد الفتاح الهروي خدم الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وقال هنا ما من دجل جبن منهم وليغني البدو فلو فيده أسبوعا واحدا وتنال يمينه فلله دره رضي الله عنه. اللهم اشر نفحات الرضوان عليه ومن تنام الأسرار التي أودعتها لي. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يلبس لباس العلماء ويتطيرسوا البول ويركب البولة وترفع الغاشية وإذا تكلم جلس على كرسي.